باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله، محاضرة اليوم الهدف فيها ان احنا ان شاء الله حنحل المعادلة الغير متجانسة بعنوان Reduction of Order، تخفيض الرتبة. طبعا احنا تخفيض الرتبة هنستخدمها لحل المعادلة او ايجاد the general solution، لو لدي المعادلة مثلا بالشكل التالي. هذه المعادلة بمشيئة الله حنتعامل في المحاضرة الماضية أوجدنا الحل لما كانت الأر بصفر. كنا على المعادلة إيه؟ هوموجينيس إيكويشن، المعادلة المتجانسة. اليوم إن شاء الله حنوجد الجنرال سوليوشن لهذه المعادلة باستخدام طريقة الريدكشن أوف أوردر. يعني حنوجد الحل في وجود الطرف الآخر. نوجد الحل في وجود الطرف الآخر. طيب، في الحقيقة طريقة reduction of order يحتاج أن يكون لدينا معلوم حل واحد للمتجانسة للهوموجينيوس. أنا هفترض مثلا، هفترض أنه عندي إيه؟ هفترض أن ال y equals y1. هفترض أنه هذا حل للمتجانسة للمعادلة، وهذا الطرف بايه؟ بزيرو. v of x y برايم تأذن q of x y يساوي صفر. يعني حفترض ان هذا الحل لدي، يعني في طريقة الريدكشن اوف اوردر لابد يكون هذا الحل معلوم لدي y واحد. باستخدام هذه المعلومة استطيع اوجد حل المعادلة الغير متجانسة. نشوف هذا الكلام مع بعض. طيب، ايش اللي حعمله؟ اذا هذه اول خطوه. ثاني خطوه حفرض ايه؟ حفرض انه عندي حل هذه المعادله يساوي واي واحد مضروب في في، يعني حدخل متغير جديد. انا عندي هذا المتغير القديم، هذا الديبندنت فاريبل، هذا الاولد، هذا القديم. الجديد حيكون الفي. يعني انا حدخل متغير جديد، هذا حسميه نيو ديبندنت فاريبل. هذا الاولد القديم. انا حدخل متغير جديد اللي هو الايه؟ الفي. طيب، في الحقيقة أنا باستخدام هذا التعويض راح أحطه في هذه المعادلة، حتتحول لهذه المعادلة كالتالي. يعني في الأخير أنا هحصل على معادلة خطية بسيطة أستطيع أحلها. طب خلونا نمشي في الخطوات. فأنا هحتاج هنا أحسب المشتقة الأولى وأعوض هنا، المشتقة الثانية هنا. طب نشوف المشتقة الأولى. ها شباب، إيش المشتقة الأولى؟ هطبق قانون إيش؟ ها، ضرب دالتين. يعني هقول الأول في مشتقات الثاني أو في برايم زائد الثاني واشتق مين؟ الأول. طبعا أحتاج برضو المشتقة الثانية، إذا هقول إيه المشتقة الثانية؟ برضه هشتق هذه مضروب دالتين. اذا حقول الاول واي واحد في مشتقة الثانية، يعني حيبقى مشتقة من الرتبة كم؟ المشتقة من الرتبة الثانية زائد الان اثبت الفي برايم واشتق مين؟ الواي واحد. خلصت الجزء هذا، الان اشتق هنا، اطبق برضه هنا ايه؟ ضرب دالتين. حيبقى ايه؟
حبقى زائد حبقى برضه حقنا الأول في مشتق الثاني، وثبت هذا مشتق مين؟ مشتق الفي. طبعا في عندي هنا حدين نفس الحدود، هذا الحد نفس هذا الحد، يعني استطيع اكتب المشتقة الثانية راح اكتبها بهذا الشكل واي دبل برايم حق مع هذا مع هذا. طب حيبقى عندي ايه؟ واي واحد في في برايم دبل برايم هذا الحد حق معه مع هذا الحد حدي لي اثنين، حيبقى اثنين في برايم واي برايم واحد زائد، وراح كاتب هذا الحد دي واي واحد دبل برايم. احنا ماشيين كذا صح يا شباب؟ هنراجع مع بعض. اذا هنا انا فرضت الحل بهذا الشكل، طبعا واي واحد معلوم انا حوجد الفي، لو قلت الفي حليت المعادله رقم واحد. اذا انا عندي الواي واحد معلوم، الواي واحد هو حل هذه المعادله متقانسه. اروح فارض ادخل متغير جديد introduce the new dependent variable، هذا المتغير الجديد، هذا المتغير انا اريد احسبه، لو حسبته اضربه في واي واحد احصل على حل المعادله واحد. هذه الفكره ببساطه يا شباب، هذه فكره محاضرتنا اليوم بمشيئه. يلا طيب، فانا رحت اشتقيت هنا مضروب دالتين، قلت الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول. بعدين جيت اشتق مره ثانيه برضه حطبق المشتق مره اخرى، هنا ضرب دالتين حيبقى الاول في المشتق الثاني زائد الثاني في المشتق الاول. اجي هنا الاول في المشتق الثاني يعني هشتقه مره ثانيه زائد الثاني في المشتق الاول، وجمعت الحدين المتشابهين اصبح الان خلينا احنا نعوض في المعادله واحده، عوض على المشتق الثانيه المشتق الاولى وحل المعادله بالنسبه للفي. يلا تعالوا نشوف مع بعض الان، اعوض ابدا بالمشتق الثاني هي امامي واي واحد في دبل برايم زائد اثنين في دبل برايم واي برايم واحد زائد في واي واحد دبل برايم، هذه كله عباره عن ايه؟ المشتق الثاني. الان حضرب البي في واي برايم والزائد بي، اكتب بي بدل بي اوف اكس، وحكتب كيو بدل كيو اوف اكس، وحكتب ار بدل ار للاختصار فقط. يلا تعالوا الان هنا حفتح قوس واجيب المشتقه الاولى، انا حعوض بالمشتقه الاولى. يلا حيبقى واي واحد في في برايم ايوه زائد في دي واي واحد برايم زائد كيو مضروبه في الواي، الواي هذه الواي واي واحد في في ولا يا شباب. مره اخرى هدف محاضره اليوم هو حل المعادله، ايجاد الحل المعادلة الغير متقانسة نان هوموجينيوس. المحاضرة السابقة كنا نحل هذه المعادلة والطرف الأيمن بصفر، الآن لا، هذا الطرف ليس بصفر، حنتبع طريقة الريدكشن اوف اوردر. ايش الطريقة؟ رقم واحد حيكون معلوم لدينا حل للمعادلة المتقانسة واي واحد، ادخل متغير جديد اللي هو الفي، افرض هذه التعويضة واي واحد في في، وراح اعوض فيه المعادلة الأصلية. طيب تعالوا نجمع الحدود هنا بالنسبه للفي، يعني مثلا المشتق الثاني الفي اجمعها لوحدها، المشتقه الاولى الفي، واشوف ايش الحاجات المضروبه فيها يعني بهذا الشكل. طبعا المشتق الثاني الفي ما في غير هذا المقدار، اذا حيبقى عندي واي واحد في في دبل برايم في في دبل برايم موجود مكان اخر ما فيش، زائد اجمع الحدود المضروبه في في برايم احب هذا الحد وهذا الحد، اذا حاخذ هنا اهو في برايم حيبقى عندي هنا اثنين في واي برايم واحد زائد بي في واي واحد
طب اجمع الحدود المضروبه في الايه؟ في الفي. ايش الحدود المضروبه في الفي؟ الحد هذا الاول، المشتق الثاني الواي واحد، زائد اشوف هنا حد مضروب في في هذا الحد، ها حبقى ايه؟ بي في في، بي في واي واحد برايم، بي في واي واحد برايم، زائد كيو في واي واحد، الحدود المضروبه في الفي. هذا كله يصير ار. ها كيف؟ واي واحد صحيح. نعم فاهمين يا شباب ايش القصه؟ اذا طيب طبعا هذا كله يساوي ار. طيب يا شباب قولوا لي هذا المقدار هذا حيساوي كم؟ المفروض هذا يساوي كم؟ ها المقدار هذا المفروض يساوي كم ولماذا؟ ها كيف؟ مش احنا هنا قلنا نفرض انه واي واحد حل للمعادلة المتجانسة. اذا لما احط هنا واي واحد واي واحد واي واحد المفروض انها تساوي كم؟ صفر. يعني هذا المقدار يساوي صفر. واضح يا شباب؟ نفس هذا الشكل. اذا ايش اللي يتبقى معايا؟ اللي حيبقى معايا فقط هذا الجزء. يعني حيبقى عندي واي واحد في دبل برايم زائد المقدار اللي جوه هنا 2 واي واحد برايم زائد بي في واي واحد مضروب في في برايم ويساوي ايه؟ يساوي ار. هنا حنعمل خفض للرتبة. هنا حنعمل ايه يا شباب؟ حنعمل تخفيض للرتبة. خلاص لاحظوا اللي عندي هنا، يعني انا عمال اقول ريدكشن اوف اوردر، تخفيض الرتبة. عندي المعادلة من الرتبة الثانية اخفضها للرتبة الاولى واتعامل معاها كمعادلة خطية. اذا حنفرض حنقول ايه؟ افرض انه عندي في برايم اور دبليو في برايم، يعني الفي برايم دي حشيلها وحط بدلها ايه؟ دبليو. طيب بالتالي حتصبح المعادله ايه؟ طب ولما اريد دبل برايم حبدلها بكم؟ دبل برايم، ممتاز. يعني لما اريد هنا المشتقه الثانيه، هنا المشتقه الاولى الفي تساوي دبليو، لما اريد المشتقه الثانيه الفي اشتق مره ثانيه، حيبقى المشتقه الثانيه حتساوي ايه؟ دبليو برايم. يعني هنا لو جيت اشتق مره ثانيه حيبقى دبليو، يلا تعالوا نعوض هنا، حتبقى واي واحد في دبليو برايم زائد 2 واي واحد برايم زائد بي واي واحد، هنا عندي الفي برايم بايه؟ دبليو يساوي ار. وهذه معادله خطيه. تعالوا نخذ مثال ونطبق هذا الكلام. ممكن خلوا احنا ناخذ الان مثال يا شباب ونطبق هذا الالجوريثم. اللي يريد يصور يا شباب هنخذ مثال ونمشي بنفس الخطوات تماما. هذا بشكل عام، يعني اللي قلنا الآن بشكل عام لأي مسألة، لكن الآن خلينا نأخذ مسألة محددة بالضبط. هنأخذ مسألة محددة
طيب هناخذ المثال التالي example solve أوجد حل المعادلة الحل طيب ايش اللي حنعمله يا شباب؟ انا الان اريد اوجد حل المعادله الغير متجانسه، يعني الطرف الاخر موجود. اذا باتباع الالجوريثم اللي قلنا قبل قليل، رقم واحد انا اريد واي واحد، اريد احد الحلول للمعادله المتجانسه. يعني ايش المعادله المتجانسه؟ عندي هذه المعادلة متجانسة، فأنا أريد أحد الحلول لهذه المعادلة متجانسة عشان أفرض أنه واي واحد. طيب طبعا إحنا المعادلة المتجانسة في المحاضرة الماضية شرحنا حلها، كيف كنا نحلها يا شباب؟ نبدأ نكون المعادلة الإيه؟ المساعدة، فاكرين؟ إذا كنت تحاضر معنا، أنت أول مرة تحضر صح؟ ها؟ حضرت آخر محاضرة في رمضان. ها ايش المعادلة المساعدة يا شباب حتكون؟ ها ذاكرتم ولا ما ذاكرتمش؟ ها ايش المعادلة المساعدة؟ ام تربيع مش قلنا المشتقة الثانية بدلها بام، هنا ما فيش مشتقة اذا حنزل هذا الرقم كما هو. ها ايوه المعادلة المساعدة. اذا ايش الجذور عندي يا شباب حتكون؟ هذا ادي لنا ام تربيع يساوي واحد، اذا الجذر حاخذ زائد او ناقص. طبعا احنا في المحاضره الماضيه قلنا لو كان عندي جذرين حقيقيين مختلفين حيكون ايش شكل الحل، ولو كانوا مكررين ايش حيكون شكل الحل. ها افتكرتم المحاضره؟ ايوه ما ذاكرتموهاش، ما قراتمش خالص، ولا حتعملوا ايه في الاختبار؟ طيب اذا ما دام عندي جذرين حقيقيين مختلفين، اذا الحل حيكون ايه؟ قلنا بهذا الشكل اي اس زائد سي 2 اي اس. هنا الجذر الاول حيبقى واحد، يعني حكتب هنا واحد، هنا حكتب ايه؟ سالب واحد. هذا الحل، هذا حل المعادله المتجانسه. طيب انا اريد واي واحد ياخذ اي اس اكس، ياخذ اي اس سالب اكس، يعني بحسب الالجوريثم مثلا انا حاخذه مثلا خلوني اخذه بي اس اكس. يعني الان انا حقترح واي واحد، اما حاخذ هذه بواي واحد او حاخذ هذه بواي واحد، كله يؤدي الى نفس النتيجه. طيب اذا حقول خلاص، اذا من اجل اتبع الالجوريثم اللي قلته قبل قليل لدي واي واحد يساوي اي اس اكس، نمشي بنفس الخطوات اللي قلتها قبل قليل. الآن ندخل متغير جديد، ندخل متغير جديد وليكن ايه؟ اذا المتغير الجديد حفرض حقول واي، واي حل المعادلة دي الغير متجانسة، ايش يساوي؟ واي واحد في في، هذا المتغير الجديد الفي اللي المفروض نحسبه، الفي هو المتغير الجديد اللي المفروض احنا ايه نحسبه. يلا تعالوا، اذا حكتب ايه؟ اذا واي حتساوي واي واحد اللي ايه؟ يوس اكس في في. طب انا احتاج ايه؟ احتاج احسب المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه عشان اعوض هنا. يلا تعالوا نحسب، ايش المشتقه الاولى هنا؟ هشتاق حطبق قانون ايه؟ ها هنا الاشتقاق حطبق قانون ايه؟ ضرب دالتين. الاشتقاق حطبق قانون ضرب دالتين، اذا حقول الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول، مشتقة الدالة الأسيرة كما هي. الدالة الأسيرة لما اشتقاها حكتب الدالة الأسية في مشتقة الأس، هنا مشتقة الأس بواحد.
طب انا في الحقيقه اريد المشتقه الثانيه، اذا هشتق مره اخرى، اذا حقول المشتقه الثانيه هشتق هنا، حطبق برضه قانون ضرب دالتين، قانون الضرب، اذا حقول الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الداله سي اس اكس، خلصنا اجي هنا حقول الاول اللي هو الفي في مشتقة الدالة سي اي اس اكس، مشتقة الاي اس اكس كما هي الدالة نفسها مشتقة الاكس بواحد، واضح الشباب اللي نعمله؟ طيب اذا حقول الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني، يعني اثبت الدالة الاسية واشتق الفي، طبعا في عندي حد يطلع نفس هذا الحد دائما بهذه الطريقة، لما اشتق مرة ثانية في حدين يطلعوا زي بعض، إذا حيبقى عندي هنا المشتقة الثانية تساوي اي اس اكس المشتقة الثانية، واجمع هذا مع هذا حيبقى ايه؟ 2 بي برايم اي اس اكس، وهنا عندي ايه؟ في بي اي اس اكس. يلا تعالوا نعوض في المعادلة الأصلية. أعوض على المشتقة الثانية، هذه المشتقة الثانية هكتبها، حعوض في المعادلة الأصلية حيبقى ايه؟ اي اس اكس في دبل برايم زائد 2 في برايم اي اس اكس زائد في اي اس اكس، هي كلها ايه؟ المشتقه الثانيه. هعوض في المعادله الاصليه ناقص واي، واي عوض هنا الان واي لايه؟ اكس اي اس اكس في في، وهذا كله يساوي ايه؟ اي اس اكس. طيب هنلاحظ يا شباب، طبعا لما استخدم الريدكشن اوف اوردر، ريدكشن اوف اوردر بعد هذه التعويضه الحدود اللي هي في مضروبه في الفي لابد تختفي، واضح يا شباب؟ الحدود المضروبه في الفي تختفي الى شو بعض، يبقى لي الحدود اللي في المشتقه الثانيه والمشتقه الاولى بالنسبه للفي. ايش تلاحظ يا شباب؟ عندي هذا الحد حيروح مع هذا، اذا اختفى الحد اللي يوجد فيه في لابد يختفي، ولا في معنا خطأ في الحسابات؟ ممكن صورة، طيب تفضلوا حنشوف ايش حيتبقى لي ايه؟ لاحظ حيتبقى لي، حتبقى المسألة بسيطة الآن. ايش اللي يتبقى لي يا شباب؟ طبعا لاحظوا الدالة الأسية هنا في مسألتنا لا تساوي الصفر، وبالتالي استطيع اتخلص منها. اقسم عليها على جميع الأطراف. ايش حيتبقى هنا عندي؟ المشتقة الثانية بالنسبة للفي ها زائد 2 في برايم ويساوي ايه؟ واحد، لانه قسمنا عليه، قسمنا اصل هنا على اي اس اكس، هنا قسمنا على اي اس اكس، هنا قسمنا على اي اس اكس، طيب يا شباب هنا استطيع الان أخفض الرتبة وأتعامل مع معادلة خطية من الرتبة الأولى، هعمل تخفيض في الرتبة الآن، عشان كذا العنوان حقنا Reduction of Order، تخفيض الرتبة. إيش اللي هعمله؟ زي ما قلت قبل قليل هفرض الفي برايم هذه بـ دبليو، أقول نفرض let دبليو في برايم، إذا المشتقة الثانية حتكون إيه؟ هشتق هذا. يلا تعالوا نعوض هنا، إذا حشيل الفي دبل برايم حيبقى دبليو برايم زائد 2 الفي برايم دبليو ويساوي واحد، وهذه معادلة خطية، هذه معادلة خطية حليناها أكثر من مرة في المحاضرات السابقة، حليناها وبرضه لما جينا نشتغل برنولي كان نحول برنولي إلى معادلة خطية. طب المعادلة الخطية
كيف كنا نوجد حل يا شباب؟ ابدا اوجد عامل التكامل. ايش عامل التكامل هنا؟ الانتجرال فاكتور. الانتجرال فاكتور قلنا ايه؟ ميو يساوي اي اس، طبعا هذه البي وهذه الكيو يا شباب. لما تكلمنا على المعادله الخطيه، هذا المقدار اللي امام الدبليو اللي هو البي، وهذا اللي هو عباره عن الكيو. اذا حلقه ميو تساوي اي اس بي اللي هي 2 2 دي اكس، حلقه اي اس 2. ايش تكامل يا شباب الدي اكس؟ تكامل دي اكس بكم؟ باكس. ممتاز. طيب احنا في المحاضرة الماضية السابقات قلنا احل المعادلة الخطية، خلاص حيبقى كذا واحد على ميو تكامل، واجيب هنا كيو في ميو دي اكس زائدا سي واحد على ميو. لما تكلمنا على حل المعادلة الخطية قلنا نبدأ في البداية لابد تكون بهذا الشكل المعادلة الخطية، بعدين نوجد ايه الانتجرال فاكتور، بعدين قلنا الحل يكتب بهذا الشكل، او ممكن نضرب الطرفين ونكتب المقدار ده على هيئه مختصره ونكامل الطرفين، لكن حيكون الناتج بهذا الشكل. اذا الدبليو اروح اعوض هنا، احبقى عندي واحد على الميو، الميو بايه؟ باي اس 2 اكس. تكامل الكيوب كم؟ واحد. والميو باي اس 2 اكس دي اكس زائد سي على الميو اللي بايه؟ اي اس 2 اكس. ها ايش تكامل يا شباب؟ لحظه، ايش تكامل اي اس 2 اكس؟ ايش تكامل يا شباب؟ اي اس 2 اكس؟ حيبقى ايه؟ حيبقى الدبليو يساوي، طبعا ما ينفعش يا شباب ننتبه لهذه النقطة، ما ينفعش نختصر الاي اس 2 اكس مع الاي اس 2 اكس لان دي داخل التكامل، ما ينفعش اختصرها. اذا اكامل وبعدين لو في اختصارات ممكن. اذا هنا عندي هو واحد على اي اس 2 اكس، تكامل اي اس 2 اكس قلنا نطبق القانون اللي بهذا الشكل اي اس اي اكس دي اكس يساوي ايه الدالة الاسية قسمة ايه؟ واضح يا شباب؟ يلا تعالوا حكتبوا التكامل. اذا حطبق نفس هذا القانون، يبقى اي اس 2 اكس قسمه كم؟ 2، لانه هذه الاي الاي ب 2 زائد، واكتب المقدار الباقي كما هو، زائد سي على اي اس 2 اكس. الله هذا يساوي، الان استطيع اختصر، الان نقدر نختصر، حيبقى هذا يروح مع هذا، يتبقى عندي هنا ايه؟ نص زائد ان سي، ممكن اطلع عليه فوق حيبقى باشاره ايه؟ سواه حيبقى اي اس سالب 2 اكس. تغير. طيب يا شباب انا حسبت هنا الدبليو، لو فاكرين انتم قبل قليل احنا قلنا ايه؟ كنا فارضين الدبليو بايه؟ في برايم. طب لو اريد الفي ايش اعمل؟ هنا في برايم تساوي دبليو، لما اريد الفي ايش اعمل؟ ها؟ سمعوني يا شباب. اريد احسب الفي، ايش اعمل للطرفين؟ نكامل، ممتاز. لانه لما كامل التكامل هنا حيروح مع المشتقة حيدي لي في، هنا حيبقى تكامل دبليو. لما اريد، لانه انا فارض لما عملت تخفيض الرتبة اقول دبليو يساوي في برايم. طب انا هدفي اللي هو الفي، انا اريد الفي. إذا كامل الطرفين، فتكامل الطرف الأيمن حيجيب لي في، وهنا يبقى دبليو، دبليو أنا حاسبها. إذا حقول إذا في يساوي تكامل، وأجيب الدبليو، هذه الدبليو اللي حتبقى النص زائد سي واحد اي اس سالب 2 اكس دي اكس طبعا زائد سي 2. خلاص الآن أصبح عندي تكامل، هذا بسيط جدا يا شباب. إيش تكامل النص؟ نص تكامل دي اكس بإكس، دخلت التكامل على دي اكس، تكامل دي اكس بإيه؟
باكس زائد سي واحد، ها ايش تكامل اي سالب 2 اكس؟ طبقت القانون، حبقى الداله كما هي قسمت ايه؟ قسمت سالب 2 زائد سي 2، كملت المساله. احنا كنا فارضين، كنا حل المعادله النون هوموجينيس ايكويشن واي يساوي واي واحد في في، واي واحد اللي من المساله عندي انا طلعته، او واي واحد احنا قلنا هي بي اس اكس، والفي اهي. اذا حيبقى عندي اكس على 2 ناقص سي 1 على 2 يو سالب 2 اكس زائد سي. انتهت المساله. قلت أو لو نريد ندخل الـ AOS X خدشة، لو دخلنا شوفوا يا شباب خدشة هذا المقدار قوة، هيبقى إيه؟ X على 2 AOS X، هضرب في سي 2 زائد سي 2 اي اس اكس زائد اور ناقص. طبعا السي 1 على 2 هذا ممكن اسميه ثابت معين لانه هو عباره عن رقم، سي 1 و2 واسميه مثلا سي. طبعا لما اضرب هنا اي اس اكس يعني اي اس اكس اي اس سالب 2 اكس حيدي لي ايه؟ اي اس سالب اكس حجمع الاسس، عندي سالب 2 زائد 1 يعطي لي سالب ايه؟ 1. اذا هنا حيبقى ايه؟ يو سالب اكس. بالفعل يا شباب الحل اللي امامنا هذا ما هو الا حل المعادله المتجانسه، لو تفتكروا لما حلينا في البدايه هذا حل المعادله المتجانسه، وهذا الحل هذا يسمى الكومبلمنتري فانكشن، الحل للمعادله المتجانسه يعني عندما الطرف الاخر بصفر، وهذا يسمى البارتيكولار سوليوشن، هذا الحل للمعادله التفاضليه في وجود الطرف الاخر، يعني الطرف الايمن ما هوش بصفر، لما جمعهم مع بعض يجيب لي الحل ذا جنرال سوليوشن للمعادله كامله. بناخذ اكزامبل اخر نتدرب عليه برضه. لو تريد كمان صوره بس. طيب يا شباب ناخذ مثال اخر، اكزامبل اخر، عندي دي تربيع زائد واحد في واي يساوي كوسيكان اكس، برضو انا محدد الطريقه واقول لك ايه؟ اقول لك باستخدام الريدكشن اوف اوردر اوجد حل هذه المعادله. طيب اذا اول خطوه يا شباب، طبعا لانه الان الكوفيشنتس كونستانت فبالتالي سهل ان احنا نستنتج واي واحد او نوجد واي واحد، لكن لو كان الكوفيشنتس دوال في اكس ففيها صعوبه، لكن احنا المقرر علينا لو لما تكون المعاملات ثابته، لما تكون معاملات ثابته سهل ان احنا نوجد ايه الواي واحد والواي اثنين. اذا اول خطوه يا شباب اوجد حل الايه المعادله المتجانسه،
المتجانسة يعني عندما الطرف الآخر بصفر. الهوموجينيس ايكويشن عندما يكون الطرف الأيمن بصفر. هذه نقول عليها المعادلة المتجانسة. طب احنا كما تعلمنا في المحاضرة السابقة أو قبل قليل، أروح كاتب الأكزيلوري ايكويشن، المعادلة المساعدة. إيش المعادلة المساعدة؟ أبدل الدي بإم، يبقى إم تربيع زائد واحد. يعني احنا قبل كذا ممكن هذه ممكن نكتبها بهذا الشكل يا شباب، زائد واي يساوي كوسكن اكس. يعني ممكن نكتبها بهذا الشكل او بهذا الشكل، المعادله يمكن كتابتها بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا لما اكتبها بهذا الشكل قد يجهز، ابدل الدي بام، وهنا ابدل المشتقه الثانيه فقط بام. هنا ما في مشتقه ثانيه، انزل الثابت اللي هنا. طيب يلا شباب، من يحل هذه المعادله؟ هيبقى ام تربيع يساوي سالب واحد. ايش حل هذه المعادله؟ شباب هيبقى زائد او ناقص قدر ايه؟ قدر سالب واحد، قدر سالب واحد باي. يعني الجذور هنا ايه؟ تخيليه مركبه. اذا حشيل القدر سالب واحد وراح كاتب ايه؟ زائد او ناقص اي. طبعا احنا في المحاضره الماضيه قلنا لو كانت عندي الجذور التخيليه حيكتب الحل بهذا الشكل. انا الخصت لكم ثلاث حالات. طبعا لان الجذر الحقيقي ما هلش بصفر، حيبقى هنا اي اس صفر في اكس، لان الجذر الحقيقي غير موجود صفر. اذا هذه الداله حتكون غير موجوده. سي واحد، المقدار بواحد اللي هو بيتا، الجزء التخيلي، لان احنا قلنا ايه؟ القدر حيكون بهذا الشكل، الفا زائد او ناقص اي بيتا. فهنا الالفا بصفر. يعني احنا في المحاضره الماضيه قلنا لو كان عندي الجذور التخيلي بهذا الشكل حيبقى الحل ايه؟ اي اس الفا اكس سي واحد كوزاين بيتا اكس زائد سي اثنين ساين بيتا اكس. هنا الالفا مش موجوده، الجزء الحقيقي غير موجود بصفر، اذا حيبقى اي اس صفر. يعني كان هذا الحد مهم. كوزين بيتا، بيتا اللي هو العدد اللي هنا، هنا بواحد العدد، اذا حنروح كاتب واحد اكس زائد سي اثنين. يعني فقط عوضت هنا. طيب بالتالي في الحقيقه خلاص هذه المتجانسه خلصنا. المتجانسه حلها بسيط بخطوتين، لكن الان انا اريد اوجد الحل في وجود الطرف الاخر. يعني اذا كان الطرف الاخر هذا موجود، اذا حستخدم طريقه الريدكشن اوف اوردر. الريدكشن اوف اوردر او الاسلوب او الالجوريث، لابد يكون عندي واي واحد معلوم. فانا مثلا ممكن اخذ واي واحد يا كوزين يا ساين. يعني حاقول ايه؟ سيت واي واحد. فمثلا أنا عندي هنا اعتمدت ليه الواي واحد بساين اكس. طبعا حنروح نجرب كوزين اكس. هذه الواي واحد، افترض دي واي واحد ماشي، واتبع نفس الخطوات اللي عملناها قبل قليل. اوجد المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه، واعوض هنا، تتحول لي الى معادله خطيه. يلا طيب تعالوا نشتاق هنا واي واحد. إذن الحل حيبقى واي يساوي واي واحد في في. أنا أريد أوجد الفي، يعني حدخل متغير جديد اللي هو الفي. الواي واحد خلاص أنا حصلتها موجودة معايا. الآن حدخل متغير جديد اللي هو الفي. لو أوجدت الفي أوجدت الحل للمعادلة الغير متجانسة. طيب تعالوا نعمل يا شباب نفس الألجوريثم اللي قلناه قبل قليل في نفس المثال السابق. يلا اذا هحسب المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه. يلا هاتوا لي ايش المشتقه الاولى؟ يبقى ضرب دالتين. طبعا واي يساوي واي واحد في في، والواي واحد خلاص معلومه عندي ساين اكس في في. يلا تعالوا نشتق هنا مضروب دالتين. حقول ايه؟ المشتقه الاولى يبقى الاول في الثاني، يعني الاول اللي هو ساين اكس. واشتق مين؟
الفي زائد، الان اثبت الفي واشتق مين؟ ايش مشتقة الساين؟ مشتقة الساين، الساين كوزين اكس. خلصنا. اجي الان احسب المشتقة الثانية، هطبق هنا ضرب دالتين وهنا ضرب دالتين. هقول الاول اللي هو ساين اكس في مشتقة الثاني، وثبت الثاني اللي في برايم، واشتق من الساين اكس، ايش مشتقة الساين اكس؟ كوزين اكس. خلصنا. لنا جه هنا الاول في مشتقة الثاني، مشتقة الكوزين ب سالب سالب ساين، وبعدين اثبت الكوزين واشتق من الفي. لابد في المشتقة الثانية يطلع لي حدين زي بعض، لابد في المشتقة الثانية يطلع لي حدين زي بعض. ها ايش الحدين اللي زي بعض؟ هذا وهذا، ولا يبقى معك في خطأ؟ ها يلا طيب. ها نحبسط الان، حطه به ساين اكس في دبل برايم، اجمع هنا الحدين حيبقى اثنين في برايم كوزين اكس، وهنا عندي ماينس في ساين اكس. الآن عوض المشتقة الأولى والواي في ذي المعادلة. طبعا ايش الحد اللي المفروض اللي يختفي؟ اللي مضروب في الفي. الحد المضروب في الفي لابد يختفي. يعني كلمة في لابد تختفي. يلا تعالوا نشوف مع بعض. يلا حعوض. طبعا هذه المعادلة هي نفسها يا شباب. أو لما أخش على هذا حيبقى دي تربيع واي، وأخش بهذا على هذا حيبقى واي يساوي كوسيكان اكس. هنا ايش معنى؟ هذه ايش تعني؟ يعني المشتقه الثانيه. اذا هذه المشتقه الثانيه او حرف معوض هنا ساين اكس في في دبل برايم زائد ان 2 في برايم كوزين اكس ناقصا ناقص في ساين اكس. اذا هذا المقدار كله ايه؟ هذه المشتقه الثانيه زائد واي. واي اللي هو الحل تبعي اللي ساين اكس في الفي، يعني حيبقى زائد ساين اكس في الفي، واكتب الطرف الايمن كما هو الكوسيكان اكس. ها لاحظوا هذا الحد اختفى مع ذلك، يعني الحد اللي مضروب في الفي لابد يختفي. اذا ما اختفاش في معنى خطا في الحساب هذا. طب اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي ساين اكس في دبل برايم زائد 2 في برايم يساوي كوسيكان اكس. ها؟ في هنا كوزين. طيب بالامكان انا ايه؟ ممكن نقسم على سان اكس. ما رايكم؟ ينفع؟ طبعا هذه الكوسيكان اكس هي في الحقيقه عباره عن ايه؟ عباره عن واحد على ساين. ماشي خلوني اخفض الرتبه، ما في مشكله، حنتعامل معها كخطيه. لو قسمت هنا على ساين بواحد، لو قسمت كوزين على ساين حيجيب لي كوتان، ولو قسمت كوزين على ساين، الكوزين هي اصلا واحد على ساين، فلما اقسمها على ساين هتبقى واحد على ساين تربيع. خلونا نكتبها لكم هنا، او خلونا احنا نعمل خطوه. يلا ماشي. اذا هنا حخفض الرتبه يا شباب، افرض الدبليو بفي برايم، اذا الفي دبل برايم هتبقى بايه؟ دبليو برايم. يعني حشيل الفي برايم وحطه بدل الدبليو. طب انا اريد هنا المشتقة الثانية الدبل، هشتق هذا مرة ثانية يعني هشتق هذا وهشتق هذا. يلا تعالوا نعوض. حتصبح عندي المعادلة هو ساين اكس المشتقة الثانية حتبقى دبليو برايم زائد 2 كوزاين اكس دبليو ويساوي كوسيكان اكس. وهذه معادلة خطية. لكن يا شباب المعادلة الخطية لما اريد احلها لابد اكتبها بالستاندرد الستاندرد فورم، يعني الصيغه القياسيه.
يعني لابد يكون معامل المشتقة الأولى بواحد، إذا حقسم جميع الأطراف على ساين. هذه صفحة كم يا شباب؟ أربعة. يلا حقسم الآن، حقسم هنا على ساين اكس، هنا على ساين اكس، هنا على ساين اكس. لما حقسم الأول حيدي لي دبليو برايم، خلاص زائد اثنين كوزاين اكس. أنا شباب أنا عندي إيه؟ كوتان اكس ساين كوزاين اكس على ساين اكس. طيب اذا كوزان اكس على ساين اكس اللي هي كوتان ايه؟ كوتان اكس. وهنا عندي دبليو. طيب كوسيكان اكس يا شباب، انا عندي ساين اكس تساوي واحد على كوسيكان اكس. طب لو شقلبتهم كذا حيبقى ايه؟ واحد على ساين اكس تساوي كوسيكان اكس. وبالتالي لما كوسيكان اكس حتبقى واحد على ساين، حيبقى واحد على ساين في ساين، ساين تربيع، ساين تربيع اللي هي كوسيكان تربيع اكس. الان انا امام معادله خطيه، كل احنا ايه؟ كلنا نستطيع ايه؟ نستطيع حل هذه المعادله الخطيه كما تعلمنا. رقم واحد اوجد عامل التكميل، الانتجرال فاكتور يا شباب، حيبقى ميو يساوي ايه؟ يس ايه؟ اخذت المقدار كامل، تكامل اثنين كوتان اكس دي اكس، وهذا يساوي ها ايش تكامل كوتان اكس؟ كوتان اكس قانون بلين ساين اكس، لان الكوتان اكس او كونتاجنت اكس يعبر عن كوزين على ساين، فالبسط هنا مشتق المقام، لان الكوتان الكوتان كوزان على ساين، لما جه كامل هذا البسط مشتق المقام، اذا ناتج التكامل ايه؟ يعني هذه عباره عن ايه يا شباب؟ او الكوتان هي عباره عن كوزان اكس على ساين اكس دي اكس، فالبسط هنا مشتق المقام، اذا ناتج التكامل لين المقام. اذا حيبقى عندي هنا اثنين لين المقام اللي هي ساين اكس. ها الاس ها؟ لا مش بالسالب، لان مشتقه الساين بكوزاين مو قب. التربيع هذا او الاثنين استطيع احطه هنا كتربيع من خواص الداله اللوغاريتميه. اذا حيبقى عندي ايه؟ اي اس لين ساين تربيع اكس، وهذه الداله عكس هذه الداله، اذا حيدي لي الناتج كم؟ اذا عامل التكميل بساين تربيع اكس. اذا خلاص، اذا هذه الخطوه الاولى رقم، يعني في الحقيقه انا الان عمال احل مسالتين في مساله. المسألة اليوم ورجعنا للخطية، عشان كذا المعادلة الخطية مهمة جدا. الخطوة الثانية إذا حقول في تساوي واحد على ميو تكامل ميو في كيو دي اكس زائدا سي واحد على ميو. طبعا يا شباب الكيو اوف اكس هذه الكيو، هذه البي، وهذه الكيو اوف اكس. خلاص الآن عوض تعويضات مباشرة. إذا هذا حيساوي ايه؟ واحد على ميو، الميو بكام؟ تكامل الميو بكام؟ الكيو هنا بكام؟ كوسيكان زائد سي، سي واحد الميو بكام؟ ساين تربيع اكس. عمال يقول لي ناتج التكامل بكام؟ اولا هذا المقدار لما نضربهم في بعض حدي لي ذا كم الناتج؟ لما اضرب هذا في هذا
يعني مثلا مضرب نص في اثنين هدي ليه واحد، فساين تربيع مش احنا قلنا هنا ساين اكس بواحد على كوسيكان اكس، لما يقول الاثنين بنفس الخط يلاشوا بعض تحول واحدة منهم فتختصر. يعني اذا هذا المقدار بواحد، يعني اصبحت انا حكامل دي اكس فقط، هاي شكامل دي اكس باكس، اذا حيبقى الناتج عندي اكس على ساين تربيع اكس زائد سي واحد على ساين تربيع اكس، هذه ال في. طبعا استطيع اكتب بدل بواحد على ساين تربيع اكتب اي كوسيكان، يعني بدل واحد على ساين استطيع اكتب بدلها اي كوسيكان، اذا هذا حيساوي ايه؟ اكس كوسيكان تربيع اكس زائد سي واحد كوسيكان تربيع اكس، هذه ال في. لكن انا عندي الفي ايش يساوي؟ ها احنا وجدنا هنا الدبليو، هذه الدبليو طبعا احنا قبل قليل لما تكلمنا على تخفيض الرتبه كنا فارضين ايه؟ دبليو في برايم، فانا الدبليو هي موجوده عندي وعندي هنا في برايم، لما اريد اوجد الفي كامل يعني حيبقى في يساوي تكامل الدبليو اللي حصلنا عليها. الله هذه اخر خطوه. هلا اذا الفي احنا قلنا قبل قليل قلنا ايه الدبليو تساوي في برايم، فرضناها كامل الطرفين هدي لي ايه؟ اعطي لي الفي واللي هي المطلوبه. هلا اذا الفي تساوي تكامل واجيب الدبليو بتاعتي هنا اكس في كوسيكان تربيع اكس دي اكس زائد سي واحد كوسيكان تربيع اكس دي اكس زائد سي اثنين. ها ايش تكامل؟ ها شباب في الحقيقة أنا هحتاج هنا إيه التكامل الأول، هحتاج في الحقيقة أكامله بالإيه نكامله ب التجزئة، ها كيف نكامل بالتجزئة التجزئة إكس؟ طيب خلاص احنا هنا كملنا المسألة، هذا حاعتبره عليكم هوم وورك، اريد تحسبوا هذا التكامل وهذا التكامل، طبعا هذا حطبق عليه ايه؟ يبقى عندي قانون، اذا الحل واي حيساوي في او واي واحد في في، اريدكم تحسبوا هذا التكامل وتحسبوا ايه؟ وتحسبوا هذا التكامل. نكتفي بهذا القدر يا شباب، اذا في محاضرتنا تعلمنا